بداية لابد أن أقول أن السيد حسن نصر الله من خلال خطابه الذي ألقاه قبل ساعات هو حقيقة لم يترك مجالا للمحللين العسكريين والسياسيين للتحليل أو التوقعات، فهو قد ذكر كل شيء بالتفصيل، ويمكن قدم معلومات هائلة وواضحة بلا لبس ولا شك. ما أود أن أقول، أولا يجب أن نستنتج أن هذا الرد من الناحية العسكرية حمل عنوانا يحمل فقط حزب الله، وكان هذا متوقع بالنسبة لي، وقد قلناه من قبل أن الرد لن يكون دفعة واحدة من قبل جبهات الإسناد، إيران، الحوثيين، حزب الله مرة واحدة، والذكاء الاستراتيجي يتطلب أن يكون الرد على وجبات لإبقاء هذا العدو تحت نير الخوف من الرد. وبالتالي حزب الله قام بهذا الرد الأول الذي فهمت أنه أدى حزب الله هذا الرد من باب توازن الردع، من باب الصدق مع القواعد والحواضن الشعبية للمقاومة بأن المقاومة قادرة على أن ترد، من باب إثبات السيادة اللبنانية وليست فقط سيادة حزب الله. هذا الرد من حزب الله، أراد حزب الله بطبيعة الرد أن يكون ردا يحمل عنوانا واحدا حزب الله، وأراد أن يحمل صبغة عسكرية بحتة، وهو ما يسمى القتال بشرف، ليقول للكيان الصهيوني أننا استهدفنا الوحدات العسكرية فقط، وعلى الكيان الصهيوني أن يعرف معنى هذه الرسالة، لأن الكيان الصهيوني إذا أراد الرد باستهداف مناطق مدنية، وهذا أسلوب هذا الكيان، الحرب القذرة التي تستهدف المدنيين من أجل تشكيل ضغط من الحاضنة الشعبية على مقاومتها، فحزب الله قام بشرف المعركة ورد على مواقع عسكرية بغض النظر عن نتائج هذه الضربة، وهذه رسالة للكيان الصهيوني من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية. نعم. أن الرد اقتصر على القواعد العسكرية، وإياكم أن تحاولوا المس بالمدنيين. الأمر الآخر أن حزب الله ترك القوس مفتوح، فهو هذا الرد قد لا يعجب البعض، وقد يقول أنه ليس كما نتوقع، ولكن أنا أؤمن تماما من الناحية العسكرية أن حزب الله خلفه في لبنان شبكة علاقات سياسية معقدة ليست كلها في صالحه، وهو يعي هذه الصورة تماما، وهو لا يريد أن يكون سببا في إشعال جبهات داخلية ضد المقاومة لإعطائها مبرر وحجة عسكرية بأن الرد حزب الله جاء مساندة لإيران أو لغيرها، لذلك هو حدافع وحمل عنوان سيادة لبنان، ولكن هذا لا يعني حسب ما أفهم كعسكري أن الرد انتهى، بل هناك وجبة قادمة، هذه الوجبة ستكون عنوانها إيراني، والوجبة الإيرانية لن تكون وجبة كالتي قدمها حزب الله. على ماذا يعتمد هذا؟ أنا برأيي يعتمد على أمرين. إيران الآن تريد أن تقيس مستوى الردع عند الكيان الصهيوني، هل الكيان الصهيوني بقيادة نتنياهو وعصابته يريدون توسيع الحرب من خلال المبالغة بالرد على حزب الله أو القيام برد انتقامي على الحاضنة الشعبية المدنية؟ إذا سيكون الرد الإيراني مختلف. هل الكيان الصهيوني سيسكت ويصمت ويكتفي بهذه الجرعة؟ هذا يعني أن الكيان مردوع، فلعل إيران تفاوض في مرحلة الرد العسكري القادم لا محالة، في سبيل أن الرد الإيراني ينتهي في حال أوقفتم الحرب على غزة، وأنا أؤيد هذا الطرح في سبيل إيقاف الحرب على غزة، بعد أن عجزت العرب كلها، بعد أن عجزت الأمم المتحدة، بعد أن عجزت كل العالم عن إيقاف الحرب على غزة المتواطئة مع الكيان الصهيوني، لعل إيران تقايض وتفاوض أن عدم الرد الإيراني مرتهن بإنجاح المفاوضات وإيقاف الحرب على غزة. نعم. إيران تتمتع بعقلية استراتيجية ذات حلم وصبر استراتيجي واضح، ولكن أنا أقول أن الرد الإيراني في حال أن نتنياهو أراد الاستمرار في هذا المجازر وأراد التمادي على السيادة اللبنانية، سيكون رد حزب الله وجبة موجعة للكيان الصهيوني، وعندها ستشتعل باقي الساحات في دعم وإسناد الجبهة الإيرانية.